اليوم واحد الفئه غادي تكون معايا في الراي ديالي، واحد الفئه غادي يقولوا لي لا سهام راكي غلطه، وكاين واحد الجزء عاوتاني واحد الجزء اخر من الناس غادي يتعرفوا على شخصيتي الحقيقيه. يعني نهار على نهار نتوما كتقربوا من شخصيتي وكتعرفوني انا كيفاش دايره. هادشي اللي كيوقع، هادشي اللي كيوقع ما عجبنيش ومقلقني، ومقلقني بزاف 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 بزاف. يعني لدرجه انتما دابا مع درات الاربعه لا ربع عاد نط نسجل فيديو، لان بغيت نقول داكشي اللي في قلبي وعاود كنقول لا بلاش، ولكن دابا قررت انني نوض نقول لكم بلا ما نبقى نتفلسف عليكم بحال السريعه. خوتي خواتاتي اش اخباركم، لاباس عليكم؟ كنتمنى هذا الفيديو هذا يلقاكم على خير وبخير وتكونوا بصحه جيده ان شاء الله. الفيديو ديال اليوم بغيت نقول الراي ديالي بكل صراحه، واخا نتهاجم واخا اي حاجه، انا متحمله المسؤوليه ديالي. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. يعني الانسان الا كان عنده ضغوطات وفي موقف ضعف حاولوا ترحموه. انا اليوم كنهضر على الزوج ديال سعاد، كيف ما شفتوا كاين واحد الترويج لشي اخبار اللي خطيره وحشومه، حشومه هادشي هذا يخرج للسوشيال ميديا، ولكن رانا اللي كناكدوا لكم الام ديالها راه ما قالت والو، ما في خبرها والو، غير هو كاين واحد كنشوف عناوين خطيره ما نقدرش ننطقها. هنا غادي نقول الانسان راه تمادى، حتى واحد ما عنده الحق يهدر على الشرف ديال البنت، على العذريه ديال البنت. ما حتى واحد فينا ما عنده الحق يطالب واش هي فيرج ولا لا، مشغول حتى شي واحد فينا، وحتى واحد فينا من اصحاب القنوات ما عنده الحق يخرج يدير فيديو ويهضر على هذا الشيء هذا، لان هذا الشيء هذا خطير، هذا الشيء هذا جد جد حساس. اي واحد فينا عنده اخته ولا بنته ولا امه، وما غتبغيش شي واحد في عائلتك بنت يوقع لها هذا الموقف هذا. اي نعم البنت غلطات وبزاف في الام ديالها، تهمت الام ديالها بالخيانه، تهمت الام ديالها بالشعوذه، قالت الام ديالها ما كنحملكش، هادشي كله خطات فيه. ايه كنقول لكم اه، وانا الاولى كنت كنغوت وكنقول علاش دير هكا الام ديالها، ولكن الناس اللي كيديروا واحد العناوين على اساس راكم فهمتوا، هنا غنقول لكم حشومه عليكم، ولا داعي انكم كتفضحوا الناس. هما اولا ما عندهم ما كاينش داكشي اللي كيروج. كنظن انا كيف ما قلت لكم في الفيديو ديال البارح لمحت، قلت لكم كنستبعد، انا ماشي كنستبعد، كنقول ما غيكونش. اي نعم هذوك الناس هاجموا سعاد وسبوا سعاد وعيروا سعاد، سعاد لحد الان راه ما قالت والو. وهاد القضيه هذه اللي كتروج هاد الايام، هاد القضيه الخطيره اللي خطيره بزاف بزاف بزاف، شفنا العناوين ديال زين المحارم، وهذه حتى واحد ما عنده الحق يهضر في هاد القضيه هذه، وحتى واحد ما عنده الحق يشوه الصوره. انا غنقول لكم ديال ديك البنت، قاصر او ماشي قاصر، حتى واحد ما عنده الحق يشوه الصوره ديالها، حتى واحد، انا كنهضر من قلبي دابا، وحتى واحد ما عنده الحق يشوه الصوره ديال الاب ديالها والام ديالها. هذاك الاب اللي قبيله شفتو انا في الصحافه فاش خرج من المحكمه مع القضيه ديال الارمله، اي نعم دار اخطاء كبيره، دار اخطاء فادحه، دار اخطاء كبيره، كان كيزيد مرته تهضر وهو يدي من غير ضحيه. المهم وقعوا، راه حنا كنا كنهضروا في دوك الفيديوهات لا داعي انا نعاودو، ولكن حتى واحد فينا ما غيقبل ان الاب ديالو او الاخ ديالو او الزوج ديالو غيتسال داك السؤال، كيسولو الصحفي اه قول لنا على العذريه ديال بنتك، وهو عرفتي صراحه انا بقافيه وحشومه وعيب وعار انتاجرو في هذا الشيء هذا اللي هو جد حساس، حشومه. هاد الهضره هادي ما خصهاش تخرج للسوشيال ميديا. بالنسبه للناس اللي غتقول لي سعاد خرجتها، راكم شفتوا سعاد خرجت في واحد اللايف ما قالت والو، حتى من بنتها اللي عيرتها قالت لك ماشي مشكل دابا تكبر ودير عقلها. الناس هذاك السيد دار اخطاء، مداعي هو مرته، مداعي هو الارمله، القانون غياخذ المجرى ديالو، كل واحد غادي ياخذ، الا الارمله تعدى عليها راه غياخذ الجزاء ديالو، الا الارمله تعدات عليه راه تاخذ الجزاء ديالها، وهكذا. بالنسبه لقضيته مع مرته اللي هي سعاد، راه القانون بيناتهم، و
ولكن بالنسبه للقضيه فيها البنت، اي نعم ما عندهاش الحق، هي وقحه ما عندهاش الحق تسب الام ديالها، ولكن ما عندناش حتى واحد فينا ما عنده الحق يطالبها بالعذريه، وتا واحد ما عنده الحق يخرج يسوه الصوره ديالها ويسوه يشوه السمعه ديالها ويحط ليها التصويره ديالها في الصوره المصغره ويبقاو يكتبوا دوك العناوين، ديروها بنتكم، ديروها اختكم، ديروها صاحبتكم، ديروها بنت جارتكم، ديروها واخا تكون بنت عدوتكم، ما يديروش هادشي هذا. يعني انا صراحه فاش شفته هو انا ما عرفتش قلبي في شكل فاش شفته هو كيسولوا فيه وبان ليا نقص نقص في الوزن، لان عنده مشاكل كبيره، الله كل واحد الله هذا، وكيسولوا فيه على العذريه وهو محرج. شوما نحبس، لان ما واخا نغلطوا واخا نديروا الكوارث راه الله سبحانه وتعالى كيغفر. يعني مواضيع اللي حساسه بحال هذه خصنا نيفيتيهم، علاش؟ واخا نغلطوا واخا نديروا الكوارث راه الله سبحانه وتعالى كيغفر، الله سبحانه وتعالى كيغفر اي غلط، ولكن ما غاديش نقدروا ننكروا انه اب حنون بالنسبه لي انا. واي واحد عنده شي قضيه راه حتى كتثبت شي حاجه، عاد كاين انسان كيهضر، ماشي بلا 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 بلا، والانسان ما يفكرش في البنت. انتو واخا البنت، انا راه قلت لكم البارح كتقول الانتحار وهذيك غير الخطه السريعه وهذه، ولكن حشومه نهضروا ليها على هذه المسائل الخاصه والشخصيه ديالها. انا هذه هي الوجهه ديال النظر ديالي، لان هذا الموضوع هذا كيبان ليا اكثر من حساس، هذا موضوع خطير اللي ما يقدروش نهضروا فيه، وحتى واحد فينا ما عنده الحق يهضر فيه، وحتى واحد فينا ما عنده الحق يتهم واحد اخر. بالنسبه لسعاد غنعاود نقولها، راه ما قالت والو، راه غير الناس والقنوات كيروجوا لهذا الشيء هذا، وانا هذا العتاب هذا اللي عندي دابا، عندي القنوات اللي كيديروا هذا الشيء هذا، وحتى المتتبع اللي كيبقى يكثر بحال هذه الاسئله وهذا الشيء هذا، هذا الشيء هذا راه جد حساس، راه ما نكذبش عليكم. انا قبيله فاش شفت سعاد ومسحات هكذا بسميتو وبكات، بقات فيا بزاف، وملي شفت الاب عاوتاني وضعاف وسولو داك السؤال، وعاتي بقى فيا صراحه، بقى فيا لمناه، دار فيديوهات عيرها وسبها وما خلى ما دار وشهر بها، وهادي حتى حنا كنا كنوضوا ليه كنجاوبوا معاه، ولكن فهاد الموضوع هذا بحال هكا، هذا راه موضوع خطير وجد حساس، وانا ماشي من النوع اللي غنخرج هنا نلوم سعاد ولا نلوم القنوات بالاسم ديالهم ولا نلوم هذا ولا نلوم هذه ولا نلوم هذه، لا انا ماشي من داك النوع هذاك. حتى لا مثلا عندي شي ملاحظه عليك او شي لوم عليك كنقول لك في الخاص. وبالنسبه لسعاد انا عارفها وما قالت والو، السيده راه ما قالت والو، السيده نعاود نقولها راه ما قالت والو وما كاين والو، السيده باقا مركزه غير على بنتها عيرتها هكا هي وضرتها فقط. شفتوا المكالمه اللي كانت ما نعرف ما بين ضرتها وما بينها، راه هضروا على القنوات كامله، ما هضرتش عليها غير انا فقط، حنا كنهضروا على السريعه ما عندهاش الحق تدخل في حياتهم الخاصه. ودابا السريعه كنلومها ان ما عندهاش الحق تدخل في علاقه الام وبنتها والاب، لان كاين الاب والام وبنتهم وهي مرت الاب. السريعه وقلت لا، والاخرين الاخر الطرف الاخر الناس الاخرين، واش كاين شي واحد فينا غيقبل انك تولي يسولك على العذريه ديال بنتك، او يسولك على اللبس ديال بنتك ولا الحياه الشخصيه ديال بنتك؟ حنا اي نعم كنحاربوا العقوق، وقلنا لها ما تكونيش عاقه، وقلنا لها ما تسبيش الام ديالك، وهي غلطت وقالت لك ما تقدرش ما تكرهش تبدل الام ديالها بحال كيما كتبدل حوايجها. هاد الهضره هادي تا حسيتي بها سيرين على الشيطان، وما تخرجيش بها في السوشيال ميديا تتبردي وترجعي العقل ديالك، هادشي قلناه. ولكن هادشي اللي كيروج دابا راه اش نقول لكم، راه ندمت وغندم، يمكن مازال غنزيد ندم على النهار اللي دخلت فيه اليوتيوب، لان انا هادشي هذا حطمني ومرضني. وانا كون عرفت سعاد مخرجه هادشي هذا، كنت عارفه سعاد مخرجه هادشي هذا، اقسم لكم يمينا حتى غنطلع حتى الفاس، غنطلع عند الفاس وغنقول لها واش صافا واش سطيتي واش هادي واش هادي واش هادي. انا سعاد عرفتها كتهضر يلا على الشركه ديالها اللي كتسبها، او كتهضر على البنت ديالها اللي كتسبها، ودابا نساتهم ما بقاتش كتهضر عليهم، كتحاول تكبر وليداتها. يعني سعاد ما عندها حتى علاقه بهادشي اللي كيروج دابا.
مي انا درتني خاطري او الصحافه الجمعويين الناس قول لنا عافاك شنو كيروج هادشي ديال بنتك هادي. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. اي نعم دار اخطاء كبيره، ها هو القانون كياخذ مجراه. يعني انا هو صراحه قطع لي قلبي صراحه، لان حتى واحد ما غيبغي تشوفي الاب ديالك او الاخ ديالك او الزوج ديالك او ولد خالتك او شي واحد غتشوفيه كيتسال بحال داك الاسئله في الزنقه، وهو مسكين ربي اللي عالم به. حشومه حشومه والله العلي العظيم، تاع عيب وعار. وهذا الشيء هذا العقيبه ديالو خيبه وكبيره، حتى واحد ما عنده الحق يتدخل شي حاجه اللي خاصه ديال البنت وخاصه بها، عندها الام ديالها وعندها الاب ديالها. شنو دخل الناس في هذا الشيء؟ شنو الدخل ديال الناس في هذا الشيء هذا؟ وانا اللي نقدر نقولوا انا هاد العائله يلاه كنتعرف على القضايا ديالهم، ويلاه كندرسهم، ويلاه كنتفرج. راه مني تلاقيت مع سعاد دابا ما بقى وخلى 7 شهور. انا اللي كنشوفو ان داك السيد حنين فولادو. اي نعم كيدير اخطاء، كيشد الضد، هادوك الصغارين ما بقاش كيسول فيهم ولا كيصرف عليهم، هذاك الشيء كنسميوه حنا في الضد. ولكن حتى واحد ما يقدر ينكر على انه اب حنون. ضد دارو وكيديروا ديروا مع سعاد، ولكن على حساب الاولاد. مي شي حاجه اخرى، راه كنستغفرك يا ربي، حشومه وتا واحد. والحاجه قبل ما ديروها على الناس قيسوها على راسكم، جربوها على راسكم، الا ضيتوها على راسكم لوحوها على الناس. انا نقولها لكم، تقليد هذيك البنت عليكم، واللي غلب يعف، اللي غلب يعف، لان ديك المراه الكبيره حتى هي غادي نرحموها، لانها ام الام ديال رجل سعاد، حتى هي انا غادي نرحمها. ولدها عنده قضيه ديال الاغتصاب، ولدها الاخر عنده 7000 قضيه دابا، وتا واحد ما لا جداتك لا الام ديالك لا الاقارب ديالك، حتى واحد ما غتبغي تشوفي ان ولادو بجوج عندهم مشاكل، بجوج ولادو بجوج كيتحفر لهم، كيتحفر ولا ما كيتحفرش مهم. الاول راه دارها بيديه باش نحصح كلامي قبل ما تعاودوا تشدوني من هنايا. الاول دارها بيديه، اغتصب ولا ما اغتصبش القانون كياخذ المجرى ديالو. والثاني هاد القضيه ديال الارمله هي كاينه، ها هو مع الارمله مداعي مع مرتو، ها هي هذه. ما نزيدو نبقاو نشردو ونخربقو، لا هنا لا لا، وما نقدرش نهضر في هذا الموضوع، وما نقدرش كاع واقيلا نقدر نبقى نهضر في هذه العائله. صباح كل وانا جالسه مقلقه واكثريه ملي شفت هذاك الفيديو ديالو هو هكاك محطم وكيسولوه ديك الطريقه. عاود رجعت للفيديو ديال البنت البارح اللي سبنا تمها، ما عندكش الحق تسبني الام ديالك، وما عندكش الحق، لان انت مؤثره، كتاثري على ولادنا وكتاثري على خوتنا وكتاثري على واحد الفئه ديال المراهقين والاطفال كيتفرجوا فيك. هذه معك، مي باش تبداو طالبوها بشي حوايج، حتى واحد ما عنده الحق، حتى واحد. شتي ولاو يكون خالها او عمها وما عندوش الحق، شي خمها ولا خباها وما عندوش الحق. الوحيده اللي عندها الحق هي اباها امها. وانا كيف ما كنقول لكم دائما كنهضر على داكشي اللي كيخرجوا هما، بحال ملي خرجت قالت لها كرشك مدليا بحال الصايه، بحال ملي قالت لها قطع حوايجك مقطعين، بحال ملي قالت لها كحله البيطان. زيد وزيد وزيد، ماشي حاجه اللي خاصه بيناتهم، حتى واحد فينا ما عنده الحق. حيت شتي حتى نهار الفقيه سقط الخبر انا قبل وما خرجش بها، حتى خرجوا هما وحتى قالوا هما، حيت كنحترم الناس، حيت ما عنديش الحق انايا مثلا نمشي نهضر على شي حاجه ديال الناس وهما ما بغيوش يقولوها. خوتي خواتاتي، كاين اللي غيتفق معايا، كاين اللي غيعيرني، كاين اللي غيسبني، كاين اللي غيفهم شخصيتي، على انني انا انسانه حقانيه اللي شفتو واللي حسيت به نقولو. غلط كلنا كنغلطو، ولكن هاد الهضره اللي قلتها لكم انا تقبلوها. علاش؟ انا راه ما ضربت لا في سعاد لا في راجل سعاد دابا في هاد الحاله هادي، لا في انا كنقول الراي ديالي بكل صراحه. وحتى سعاد في الداخل ديالها غتلقايها مقصحه، ما كتبغيش تعبر، حتى هي اكيد ما عجبهاش الحال. الا انا مقلقه وبكيت، لعم الله هما شنو كيديروا، لعم الله سعاد والاب ديالها وهما. اللي غلب يعف، ارحموا ما في الارض يرحمكم من في السماء.
وانا ما كنوجهش الهضره ديالي لشخص معين، لا كنهضر على هاد العناوين وعلى هاد الشيء هذا. عرفوا راسكم انكم كتعاملوا مع قاصر، وحنا ما كنهضروش على قاصر من ناحيه القانون، كنهضروا على بنت باقا مراهقه. حنا نهضر نبدل المصطلح، ماشي قاصر، بنت مراهقه باقي الريح كما كيقولوا سيطلع في المخ بقى كلها هكا، وهذا الشيء هذا بيأثر لي على المستقبل ديالها، غيأثر لي على حياتها كاملة بصفة عامة. الله يهدينا، الله يهدينا ويهديكم. الفيديو ديالي احبابي غادي يتسالى هنا، وسمحوا لي عطيت رأيي ديالي بكل صراحة، والله العظيم دابا بديت كنتنفس، قبيلة كنت مقلقة ودابا بديت كنتنفس ملي عطيتكم الرأي ديالي بكل صراحة. كنتمنى تخليوا لي الآراء ديالكم وتقولوا لي واش معايا او ضدي، انا ما عنديش مشكل، نقدروا نختلفوا ولكن نحترموا بعضياتنا بكل رقي. كنحماق عليكم وكنحبكم، والفيديو الجاي ان شاء الله والله يفاجئ على كل واحد مهموم، وهما الله يجعل ربي يدير لهم طريق في الضيق، لان اللي عنده شي هم الله يفرجها عليه. لحقاش حتى واحد، انا بعدا ما نبغي حتى واحد نشوفه طيح، حتى واحد، ولو الناس اللي كيحفروا ليا ما نبغيش نشوفهم طايحين. انا هكا دايره، يعطوني غير اتساع ونشوف حالهم. انا هكا دايره، هذه هي انا.